للقدرات والطموحات ديال الشباب ديالنا. كما كتعرفوا الصناعة المغربية قطعت أشواط كثيرة وحققت إنجازات كبيرة تحت الإشراف المباشر ديال سيدنا الله ينصرو. وهذا العهد الجديد حنا مقبلين باش نطوروا هذه المنظومة الصناعية، نقويوا السيادة ديال بلادنا والصناعة تساهم باش تقوي السيادة الطاقية، السيادة الغذائية، السيادة الصحية والسيادة الصناعية ديال بلادنا، ونحققوا الهدف الأساسي اللي هو خلق مناصب الشغل والكفاءة ديالنا. تنظم اليوم مجلة صناعة المغرب بطنجة لمدة يومين الملتقى الدولي للأيام الصناعية. هذا الملتقى خصص له كموضوع السيادة محور العصر الصناعي الجديد. هذا الموضوع مستوحى من الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس نصره الله في اليوم الوطني للصناعة، حيث حتى جلالته على أن المغرب يجب أن يدخل عصر صناعي جديد مبني على السيادة الصناعية. كما كتعرفوا اليوم على أن المغرب الصناعة ديالو كتظهر نهار على نهار، تقريبا 370 مليار درهم هو رقم الصادرات اللي حققته الصناعة المغربية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.